نستقبلوا الضيف ديالنا، ضيف الجزء الثاني، المغني المتألق نزار إيديل. نزار مرحبا بك ورمضان مبارك كريم. الله يبارك فيك حنان وشكرا على الاستضافة، ورمضان مبارك سعيد لك ولأسامة وشكرا. وتحية خاصة للصغيور غالي. غالي كيداير مع رمضان؟ مزيان. راك صايم اليوم ولا فاطر ولا كتخيط؟ صراحه راه انا فاطر. تبارك الله عليك نزار. صافا لاباس عليك؟ كلشي مزيان لاباس يا اخي اسامه، ربي يخليك. نهار كبير هذا نزار، ومرحبا بالولد معنا. كنولفوا عليك نتايا انك حاضر معنا في بلاطوات ديال رمضان، وانت من غير رمضان غير هو دابا راك عارف كاينه شويه ديال الظروف، ولكن شكرا لك بزاف دائما انك تلبي الدعوه وحاضر معنا. عفوا، شكرا لكم انتم على الاستضافه. كلمه نزار على الاغنيه ديالك الجميله جدا انا اللي رابح. انا اللي رابح اغنيه من الكلمات ديال محمد المغربي والالحان ديالي، والتوزيع يونس الجحفاوي، والاخراج كان ديال حسن القرفطي. الحمد لله خدمنا الاغنيه في هذه الظروف ديال كورونا، ويعني وخدمناها بواحد الحماس، والحمد لله انتم كتشوفوا النتيجه ان كاين يعني نجاح كبير ديال الاغنيه وتجاوب وتفاعل كبير ديال الجمهور، وهذا الشيء شي حاجه زوينه وكتفرح. اكيد تكلمتي على طاقم نزار ايديل، واش الاهميه ديال الناس مع من كتخدم كتعاون بواحد نسبه كبيره في النجاح ديال الاغنيه؟ يعني الناس اللي كتشتغل معاهم خصهم يكونوا يعني في المستوى باش تقدر الاغنيه تمشي في واحد الطريق اللي هي مزيانه. مثلا محمد المغربي كنتعامل معاه ديما، ولكن في التوزيع يعني بدلنا بزاف ديال الموزعين. تعاملت مع بلال افريكانو، دابا مع يونس، تعاملت مع محمد علي ومع الاخ ديالي ومع بزاف ديال الموزعين. غير زعما دائما خص يكونوا يعني الناس اللي هما محترفين واللي غادي يكملوا لك هذاك العمل اللي كنديروه، يعني يكون تناسق ويكون عندهم نفس الاهداف. نزار كاين بزاف ديال يعني الفنانين في زمن كورونا ولا في وقت الحجر الصحي تقسموا لجوج يعني القسمين، كاين الفنانين اللي هما بقاو كينزلوا الاعمال ولو انه يعني الكونفينمون، وكاين الفنانين اللي ما نزلوا حتى شي عمل، وانت من بين الفنانين اللي نزلوا الاعمال. ضروري خصنا ننزلوا الاعمال باش حيت اغاني كنا خدمناهم قبل، وكاين اغاني اللي خدمناهم في الكونفينمون. دونك حنايا الدور ديالنا كفنانين اننا ننزلوا الاغاني، حيت عندنا بزاف ديال الاغاني كنخدموهم ديما، وهذه هي الخدمه ديالنا. يعني خصنا ننزلوا الاغاني ديالنا للناس، وسواء كانت كورونا ولا ما كانش خصنا نديروا الاعمال دائما كما كتعرف. اوكي، عندي واحد السؤال الغالي. غالي كتسمعني مزيان ياك؟ قال لك يسمعك. صافي غالي، عطينا شي حاجه زوينه عند باباك، ومن بعد قول لنا شي حاجه خايبه ما عزيزاش عليك عند باباك، شي حاجه ما كتعجبكش. خصو ينوض باباه باش يقول لك هذا الشيء. شالت يعني. سير عبر كيما بغيتي يا غالي، سير. شنو الحاجه اللي كتعجبك زوينه عندي؟ شنو كيعجبك في باباك؟ يالو اوه خفتك انا اللي رابح. وطاح على راسو؟ طاح على راسي تايا. وغالي قالوا لي انت اللي كتختار الشطيحه لا كوريغرافي، شنو لي موفمون اللي دير في الكليبات ولا في الاغاني ديال باباك، بصح؟ تبارك الله عليك غالي، يعني عنده الحس الفني، عنده الحس الفني من صغره. على ذكر طاح على راسه نزار، كاين بعض الفنانين اللي كيختار الاسم ديالهم بواحد الاسم ديال الاغنيه اللي تشهرات، واش هذه مساله صحيه ولا لا؟ صحيه، حيت دائما هذيك الاغنيه هي اللي كدير هذاك الفنان. اي فنان دار نجاح كبير يعني بداك الاغنيه اللي نجح بها بزاف هي اللي كتوصلوا للناس، دونك الناس كيبقاو عارفينه بهذيك الاغنيه. ولكن دائما كيبقى واحد التحدي عند هذاك الفنان انه يدير اغاني يوصلوا لهذاك النيفو ديال ديك الاغنيه اللي شهراتو خلاته معروف عند الناس كاملين. مثلا ملي كنقولوا كاظم الساهر زيديني عشقا، ملي كنقولوا شبحتني البيضه مون امور، هذا لا يعني ان الاغاني الاخرين ما نجحوش، بالعكس هما نجحوا وتما وصلوا للناس، ولكن هذيك هي الاغنيه بطاقه التعريف ديال الارتيست باش الناس عرفوا هذاك الفنان. غالي
في الاول ملي يلاه بدينا الانترفيو معكم كنتو كديروا واحد لعيبه بلسانكم، دير لينا ديالاش ديالاش تمارين رياضيه علاش غالي نزار تبارك الله باين انه عنده حس فني وتبغي يكون فنان نزار، تبغي انه يمشي يتبع نفس المسار ديالك؟ نبغيه يكون احسن مني ونبغيه يكون بطل في الفن، يكون يعني في يده الشغل، علاش لا؟ الا بغاه هو، حيت انا كنشوف فيه انه هذاك الشيء اللي كان عندي ملي كنت صغير يمكن هو عنده اكثر، حيت الوقت ديالو احسن من الوقت ديالي، وكنشوفه بصح موهوب، غير هو عنده حاجات زايدين عليا انا، بصح انا كنغني وكندير البيانو وكنلحن، ولكن هو كيعرف حتى يشطح مزيان، كيعرف اخراج ما كي عندوش مشكل مع الكاميرا، عنده بزاف ديال لي زافونتاج زوينين وهو زوين. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، اسرار ومغلق وموهوب. غالي شتي راسك في التلفازه انت دايز مباشره، شوف وراك هذا، شوف راسك، غادي نسميوه غالي الزوين. دايز دابا انت هنا وهنا. غالي ممكن تغني لنا شي حاجه انت بوحدك؟ يلا نعزف لك. معاك انت يا كنت غني انت يا كنت مريسكي، شحال شربتيني من كاسكي، بروحي تهلاي فراسكي، ربي عوضني بالسنين، سمحتي في حرام عليك، بالدموع بكيتيني، لازم من بالي نمحيك، كيف ما انتي محيتيني، واخا خسرتك انا اللي رابح، حبك ما غادي بيا فيه، عيت ما نصبر ونتسامح، غني، ما سلكنيش معاك الزين، شافوني مسلم، ما كان يتكلم، قالوا لي غالي طاح على راسه. دابا وراك كيعجبو يعزف وراك يعزف معايا. دابا انا بان لي اليوم شويه غالي راه حشمان، ولكن انا كنشوفك في انستغرام غالي ما كتكونش بحال هكا، كيعجبك النشاط وكيعجبك تبارك الله عليك. على ذكر طاح على راسه واغاني ديالك بصفه عامه نزار، هما اغاني اللي الدراري الصغار كيعجبو يعني كيعجبهم يسمعوهم، واش انت كتكون قاصد هذه المساله؟ بصح انا كنفكر دائما في الدراري الصغار، وانا حتى انا راني صغيور فهمتي، واخا انا كبير هو حنا كاملين عندنا الداخل واحد الطفل صغير فعلا. وكنحاول دائما الالحان ديالي يكون فيهم يعني قراب، ويكون كل شيء يقدر يغنيهم، وكنحاول دائما كل شيء يكون بسيط، هذه كنحاول نلقى هذيك الجمله البسيطه ولكن حلوه في نفس الوقت، وراك عارفه الاغنيه الا كانت بسيطه وسهله كتقدر توصل للناس ويقدروا يرددوها الدراري الصغار. صح واخ غالي، من دابا شويه غادي نشاهدوا واحد نشوفوا واحد الفقره فيها شويه ديال الرياضه، انت عزيزه عليك شويه ديال الرياضه، شنو هي الرياضه ديالك المفضله؟ قول. سندير انا كاراتي. برافو انت بطل. والكره الكره الفوت الفرقه ديالك المفضله؟ ولكن شكون اللي عزيز عليك في الكرة؟ شكون الفرقة اللي كتعجبك؟ بارسا. بارسا وهي نفس الفرقة اللي كتشجع أنت نزار؟ هي نفس الفرقة. حيت بعض المرات كنلقاو في نفس الأسرة الأب كيشجع فريق والابن كيشجع فريق آخر. لكن أنت يا عودتي. الوالد ديالي ريالي، الوالد كيشجع ريال مدريد وأنا كنشجع البارسا، وغالي كيشجع البارسا معايا. واخا غالي دير لي الوالد ديالي وخوتي رياليين. دير له شي شطيحه. شي شطيحه غالي يلا شي حاجه مريقله سير. يلا دير له شي شطيحه. أو لا. يلا. ما تحشم استغفر الله. أيوا. حشم. يلا. أيوا. يلا قالك حيت جالس في خصك تكون واقف فعلا. غالي غدا مدرسه، دير واحد كوكو لصحابك ديال المدرسه. يلا سلم على صحابك وعلى لي ميتريس ديالك، قول لهم سلام.
نتلاقاو غدا ان شاء الله. غالي ان شاء الله ملي تشهر غادي تجي وانت تكون الضيف، تولي حسان من باباك. طبيعة الحال قولوا ان شاء الله. الله يخلي عليك نزار، شكرا لك، نخليو لك كلمة أخيرة. بارك الله فيك، شكرا بزاف على الاستضافة، ورمضان مبارك سعيد. تحية لكم وتحية لك خويا أسامة والحنان والناس اللي كيشوفونا في ميدي ان تيفي، وكنقول لهم انتظروا ان شاء الله كاين جديد واحد اخر من بعد رمضان. وشكرا للناس اللي تفاعلوا معنا في الاغنيه ديال انا اللي رابح، اللي الحمد لله كتحقق واحد النجاح كبير، وبالفضل ديالهم رحنا كنزيدوا نديروا اعمال ان شاء الله في المساواه واللي دائما يعجبوهم. شكرا نزار، ورمضان مبارك مره اخرى، وصحه فطورك. طيب فيك، بارك الله فيك، بارك الله عليكم.